دماقة هي منطقة ساكنها العيان من فلان، تأسست من 20 سنة، قدر عدد سكانها بحوالي 250 أسرة متفرقة، وتبعد 17 كيلو مدينة سيدي بابي. الأسرة تربي فيها قطعان من الحيوان تلحق مرة 100 راس. كيف تجلس من المناطق يعود البن أكثر في زمن الخريف، يغير ما يقدر حاضر فترة طويلة، ذاك هو السبب في تروابه. وفي ذا النطاق بوتيكي البيع البن على شكل ياوت مفتح. سابق يفتح البوتيك البن كان يبقى عقب العجول ونشربوا لحنا، كان لا يزرق مركز ما عرفوش نعدلوا له. عقب تلك المعدات اللي محتاجينها كيف فليجدارات وزوازو، الشركة عادت مدعومة بجميع جوانب المشروع لمدة عام. مجموعة من 20 امرأة هي اللي تباشر إدارة البوتيك، بيع البن وتعمل بشكل مستقل. وعادة تروب 15 لتر كل عام، خصوصا في زمن الخريف اللي يكثر فيه اللبن. في الصيف العمل فيه ما هو ياسر، يغير تمن لا خالق به البقرات اللي بقاو ما مشى مع الحيوان في العزيب، ويلحق لإجمالي الربح السنوي إلى 100,000 وقية جديدة. واحد من الدشرة ساكن في نواكشوط شاف باتي يبيع البن في البراكنة وقرقل مساعدين من طرف وينجي أمعد، وطلب منهم المساعدة ياك يعدل نفس الشيء. الدراسة اللي وعدلت نعطت عن المشروع يقد يعدل البن واليد العاملة والإرادة واحتمال بيعه في السوق المحلي والجهوي إذا كامل كان هو. وبدأت في بناء البوتيك مع مساعدة الدشرة. التعاونية عدلت تدريب عميق للعليات مهم لنجاح المشروع. عقب التدريب الأولي والتقني المتقدم، تبقى المنسقة لمدة عام إياك تشرف العليات وتراقب. المعايير اللي تقوى بهم العليات هم التواجد والكفاءة والدافع للعمل، وتعود تقدم ملي تبيع في الخارج. إجبار البن في الدسرة شمل مرات ما هو سهل، يضطروا العليات عنهم يلودوا له في القرى المجاورة وياسر فيهم على كرعهم، واللي واعي لإجباره هو البن صحي محفوظ بشكل جيد من الضرع إلينا لله نحفظ فيه. دورنا في هالبوتيك بيع البن هو أن نراقب لهذه الحيوانات وصحتها، نعطوا نصائح ونعطوا كيف تستعمال البن لين تعودهم مشكلة يشو قولوها لنا. هذا بوتيك بيع البن يقدر يحول في اليوم تقريبا 10 إلى 50 لتر من البن، وتعمل بشكل مستقل في بيئة منعزلة. منين يجمع البن يندار في آلات خاصة ياك يفيض يحل وتندار له الطعمة ويروب. ونهار مقدم على الصباح العليات يعدلوه ويديروه في زوازو خاصين ويديروه في كونجراتير. أربع مجموعات متكون من 5 عليات كلهم يتعاقبوا على الشغلة، كل مجموعة مستقلة عن الأخرى وفي بيع المنتج اللي روبت، والبيع يعدل في القرية فم والتشور اللي حلاها. لجنة متكون من 3 عليات هم اللي يشرفوا على التسيير الإداري والمالي، وهم هم اللي يشروا الزوازو والسكر واللي يدير النكهة. دونك لي بينيفيس دو لا ميني ليتري كو لي زيليفور فايد بوتيك بيع البن. الراعي بيع لبن واستفادوا عليهم مالي من تحويل وصول الراعي، ويجبر لهم للناس اللبن دائما، وهذا معلوم في الصحة. هذا النشاط يسمح للعليات تبقى في القرية ولا تلاقي يمشي مع الرجال في العزيب. بوتيك بيع البن عنده ميزات أخرى ما هي حدا مختصرة على الفضاء. اليوم عندنا عالبين بغاز مستعدين نحن وعندنا الجراءة نشتغلوا فيه. ياسر منا ما يعرف قاع الفضاء ولكن نعرف التجارة القديمة عندنا نعرفوها. مع هذا بوتيك بيع البن عندنا لا تقدمنا، وملي عندنا ملي واعي.
بس نداري أمو بلار فدند بس يتوب دم منين يجيني حد يطير النصيحة؟ أول شيء اللي نقوله هو الوفاق والتماسك والنظافة لجميع المستويات. به اللي ما تقد مدة تصلح أمورها بدون ذي المساعي. كنا بوزي كلوزيا نحن بحاجتنا للدشرة وارواقيش الدشرة عدو هم اللي رافدين المشروع. ياسر من المرات جونا الواقيش ما نعرفه لكن يعطينا حافز على تقديم الأفضل ونشرف طبعا بتواجده. Let them in.